اليوم قال لك تعال السحر الشعوذة الرقية الشرعية والأمنية الصالحين. يا ودي، ما عندي ما نقول يا اختي، سحر وكذا وصعيب شي اختي، على بالك والله عارف صعيب، نخاف يحلف فيك. ايش طالب؟ معلش. شو معنا الشيخ احمد الله السوداني؟ يبارك. راح يرقي الشيخ تعرفوا، يرقي. راح تقسيوه. لما لا، مرحبا بك سيد احمد السوداني، جيتنا مرحبا من بك. مدينه الجلفه، مدينه ولاد نايل. مراحل اخرى، مرحبا بك في استوديو برنامج الفن والمجتمع. شكرا. انا كان سؤالي، انني اشوف امامك كتاب، انا ظنيت انك انت تعمل بحوث في الكتب. لا، هذه انا عشان شغل نوري للناس، كاين كتب متوفره حتى في الانترنت يعني والعياذ بالله، تحكي عن السحر، يعني كيف تسخير الجان. هناك السحر يعني، موجود؟ شوف السحر انا شفته يعني حتى للشخصيات، انسان يعمل، انا لما قرات يعمل يعني ربط، واي انسان يسلم عليه يقضي له صالحته. استغفر الله، ربي يسترنا. كيما انت، كيما انت، ربي لو كما شافش كيما نقولوا في سلالتك وفيك الخير، ما يعطيك هذا. انا بور مون سميها بوفوار، الحمد لله. سي بوفوار ربي عطاه لك باش تخدموا بور لا بون كوز، الحمد لله. موضوع هذا الاسبوع جبنا حاله ولبات الدعوه، وانا سعيده جدا. سيده كهينه، مساء الخير. مرحبا بك في استوديو برنامج الفن والمجتمع، واش رايك؟ الحمد لله. كيفاش حالتك كهينه؟ هذه الحاله يعني فيها سحر، العباره عن سحر. هذا السحر الذي تحدثنا عنه سابقا هو الربط. هي الوالدة تاعنا قالت لي ندتها على رقات، وكانوا الرقات كوميرسيال. كاين بزاف هادو الرقات. هل نستطيع معالجة كاينة في بلاطو برنامج الفن والمجتمع؟ بشروط. أول شرط لازم تكون مستورة يعني كاملة. يرقي لها. ثاني شيء تلبس، عندي قش، أنا جايب معي قش دائما نلبسه معي. نستطيع علاج كهينة إذا؟ نستطيع يعني بإذن الله. هنا في البلاطو بإذن الله. جيد جدا، نستطيع بلاطو. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. دعائنا إن شاء الله لكهينة. نبداو بالماء تاع التحصيل هم باك سهل إن شاء الله. ان شاء الله يكون وجه خير يا رب. انا جرتي مربوحه شيخ، ماما ما تحس بيك. حاس والله اني حاس، والله حسيت بيا باللي حسيت، الحمد لله. بعد انا اذا قدرت تلقي لي نحب نرقي، مش مشكل. كي تلقي يعني جن يكون داخل فيها. هو الجن هو اللي يمتلك ذاك السحر، وباك يخرج. باك الجن يخرج، يخرج. لا هنا قلت جبت الماء، سما هذا تحصنه، هذا الماء تحصن يعني، ما يقدرش، ما يقدرش ما يجي. لا فيها لا فيها لا فيها. الاخت كان يلقي لها بكاش بيتها خير. تدخل عليه شي حاجه، شي نخلعك، ديري في بالك حاجه. كي يخرج منها عباك يخرج متعطش، اللي يلقاه يدخل فيه. والله يا راي العهد، خلي شوفي، شوفك طب يدخل فيه. تفضل استاذ. انا نشرب شيخ، انا اعطيني شي كيسان. الى الى معليش معليش. بسم الله بسم الله بسم الله. شيخ احنا رانا محصنين، ما محصنين خلاص يعني، رانا في الهنا والضمان باذن الله ان شاء الله. شيخ زيد لي شويه، ما في مشكلة. زيد لي. نيتك نيتك جميلة إن شاء الله. نيتي مليحة، ما باليش باللي هنا يا شغل. لا ما في مشكل. تخاف شوف يخرج. تخاف شي لا واعر ولا عاقل ولا وليد فاميليا ولا ما نعرفوش حنا لو فيها. هو المشكل. مريم عطونا خمار. لازم تحصن شيخ. لا لا لا. نعم نعم. لازم تحصن. نشرب أنا شيخ. دقيقة نكمل نكمل ونعطي لك. راسك غراني براندي اليوم. يا ربي. ريح ريح. جبتيهم لنا لهنا، جيت نغني عشيت مع الجنون اليوم. الله يبارك، الشيخ ما بخلت علينا بحتى حاجة، يعطيك الصحة. والله يا الأخت خير خرج عليك، سبحان الله. شيخ أنا درت شوية في يدي. الحمد لله. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، راح نشاهد في بلاطو برنامج الفن والمجتمع محاولة الشيخ أحمد سوداني إن شاء الله للشفاء كهينة في هذا البلاطو بحضور فنان مستر أبي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أحضر وتكلم، أحضر وتكلم بإذن الله. إذا كنت مسلم شاهد، إذا كنت كافر ادخل الإسلام وشاهد. بسم الله، أحضر وتكلم. ألا تدخل في هذه الإنسانة، ألا تدخل في هذه الإنسانة، أحضر معي تكلم معي. ألا تدخل في هذه الإنسانة، لكم عالمكم ولنا عالمنا. شيخ أحمد سوداني، ما تخاطينيش. روبورتاج في برنامجنا. عندك دقيقة، رجع لها قلها، رجع لها قلها، رجع لها قلها، ما تضرهاش، ما تضرهاش، رجع لها قلها. سيدي عاود يشرب. أنا راح نقول للمشاهدين أنه راح نشاهد روبورتاج عن الأولياء الصالحين. أعدوا زميلنا حكيم ونعود نقولوا مباشرة بعد ذلك. أختي صح، فوبا تقاطعي على بالك. وشار من القاطع، اي السيد يخرج سيرك ويضرب يا مني يا مني. والله غير جاياتك، والله غير ما تقدري تعرفي. شوف معايا روبورتاج مستر ابي. ايه سبحان الله.
الاستغاثة والذبح لأولياء الله الصالحين. يا مستر آبي، راك تشوف الروبورتاج. على بالك شو حيصير لك دركا. انا درك نجي في بلاصه كاينه، وان شاء الله ما تفيقناش وش راح تفيقنا. عودة الى استوديو برنامج الفن والمجتمع وضيفنا مستر آبي، واش حكينا على الجديد تاعك في 2014؟ نقول سميني لا بويسونس نجيري لا فريكونس، يا سيد غير حبس كي يكون ما كانش الحس، هايلي كلبوطا مس بيرا الماني عس، انا وكليكتي وباش والله كي شايف. احضر وتكلم، احضر وتكلم، احضر وتكلم، احضر وتكلم، احضر وتكلم. علاش تدخل في انسانه هذه؟ لا دخلت، لا تدخل في ذي انسانه، تكلم معايا، لا تدخل في ذي انسانه، لا تدخل فيها. وشكون يدلها السحر بدون ذكر الاسماء؟ بدون ذكر الاسماء، شكون يدلها السحر؟ شكون يدلها السحر؟ مش باغي نتكلم، انا مش باغي اتكلم، مانيش باغي نتكلم. مالا اخرج، ادي السحر تاعك وروح، تخرج الفتنه منا. شو ما فيه نهضر معاك؟ هذا فيه دم صالح. شكون؟ هواليا؟ واش قال؟ فيه دم صالح قال لك. انا فيه دم صالح الحمد لله. مالا انسان مؤمن هذا؟ ميمته مؤمنه. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. دمه مش صلاح. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. دير الخير. تبع مزمار الشيطان. واش قال؟ بالله. واش قال؟ واش تبع؟ مزمار الشيطان اعوذ بالله. شني غير انا نتبع مزمار الشيطان؟ يحبس مزمار الشيطان بإذن الله، بإذن الله. مزمار الشيطان مش تالي تهديه، ربي هو اللي يهديه، مش تالي تهديه. خرج منها، خرج منها. هو عنده رسالة، خرج منها. استغفر الله، يسهر الليل وصباح يرقد، هو خدام الجن. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اسكت. لا اله الا الله، اسكت. لا اله الا الله. اخر مرة يحبس رقنا كيفاش؟ حبس مزمار الشيطان. انت مؤمن؟ استغفر الله، انا مؤمن، انا مؤمن. حبس مزمار الشيطان، نصيحتنا الصلاح راه يقولوا لك حبس. جدودك؟ استغفر الله، لا حول ولا قوه. جدودك قالوا لك حبس؟ انا مانيش نقتل الجن، مانيش نقتل، انا نغني برك. جدودك؟ جدودك ما تزيرش عليا، ما تزيرش عليا. كما راهش ما توضيش على فيه النار. انا بلاندي الجن، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بلاندي اليوم صح تغلط. استغفر الله، لا حول ولا قوه. اخرج، اخرج باذن الله. فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار 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 فيه نار فاحترقت، 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 فقال اخرج منها، 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 فقال اخرج منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تكوت تكوت تكوت، اقعد اقعد كاتشك. حسن ستو حسن، انت يا الراقي حبر، كنت الرجل قلت كي نخرج تبات فيا، قلت هاي قلت نقع الطاهر حتى نموت، لي تواليت وما نخرجش فيها. حسن امبوسيبل، قدي لي كاميرا كاشي، عسيت روحي لي زيميسيون ما راحتش، لي بلاطو ما راحتش. حسن راني نتنمل كامل على بالك، راني نتنمل كومبلي. حسن اقعد اقعد يا حسن. حسن ما يقدر لك غير ربي. حباك قلت، قلت ندير واش كاين، ومع الخرجه يلاقي لي مع المجيريه ولا تبات فيا. حباك نيفي ويتنمل، نيفي نيفي هنا هنا نيتنمل. شدو حسن حصه واسمها كله مستر ابي. ما شكون على بالك الحصه اسمها الجن حب يسكن. يا ودي شنو ندير حالي. حسن يا اخو فتني صديقي، انا صح من عائله صح الاوقات،
يعني قلت لهم ان هذه الحصه ما نقدرش شكون نديروا فيها كاميرا مخفيه وكذا. قلت لهم انه شوف قلت لهم ان الجن هذا لانه سبق واني كنا نقصروا مع جماعه هكذاك وقادر يخرج في اي لحظه هذا الجن يعني. يعطيك الصحة حسن، ما يقدر لك غير ربي. لا لا بجماعتي انا ماشي وحدي بالجنون اليوم معايا. نستعربيكم ونستعرب واش ثاني جن واحد اخر. نستعربيكم هاي كاميرا تقولهم لجمهورك في رمضان اول حصه واسمعوا فين شوف الجن حبيسكم والله غير الجن دار حاله في طابله هنا اليوم وانا عم بالي الجناره بليس كيفاش رحتي جيتي تجادي توسوست منها قاعده دير لي هكا تنقول واش بيها هذه على زطاوتها هكذا وبعاتك لافوا تاعها تبدلت قلت راه وجا جيت نهرب انا جيت احنف انا جيت هارب انا قلت معليش نكمل في الرجله ديالي وبعاتك ولا لافوا تاعها صافا با كاع لافوا تبدلت انا بديت نقلب دوشت راني تقلع من الماء وليت راقي انا وليت نرقي قلت الجن هذا لازم يخرج اليوم باسكو لو كان يخرج اليوم يقبضني خلاص مال واش تقول المشاهدين في الشروق في رمضان؟ صح فطركم وبلاكم الجنون برافو يعطيك الصحه. اه يا مستر ابي ان شاء الله باك انتم ما عجبتكم الحصه ولكن غدا ما تنساوش عندكم موعد مع الفنانة رجاء مزيان في نفس القناة وفي نفس التوقيت.